فريق الرجاء الرياضي غيواجه نادي الزمالك المصري. يعني كاين كلام يمكن يتأجل المباراة، ولكن حاليا باقى المباراة مبرمجة يوم السبت المقبل. فانت كلاعب سابق للرجاء الرياضي، واش كتظن بأن الفريق قادر يتجاوز الزمالك المصري في مدينة القاهرة ويمشي النهائي، النهائي اللي غاب على فريق الرجاء البيضاوي منذ سنة 2002؟ انا بالنسبه لي انا ديما كنقول اني كنت معهم لا شيء مستحيل مع الرجاء البيضاوي، ولكن اللي صعيب هو يعني تنظن بانه ما كاينش لاعبين، تسمعوا بان اكثر الاصابات وخصوصا بالكوفيد 19 تصابوا لهم 8، دونك تزيد صعب عليهم شي الامورية. فتنتمنى نتداركوا الموقف واللي يدخل ان شاء الله يكون قد المسؤوليه ان شاء الله، ويفرحوا الجمهور الرجاوي ان شاء الله بصفه خاصه والجمهور المغربي بصفه عامه. تنتمنى باش على الاقل فريق واحد مغربي يتاهل للنهائي، فكما تشوف جوج فرق مصريه جوج فرق مغربيه، فتنتمنى بان يكون فريق مغربي في النهائي.